بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في الأحكام المتعلقة بالعتق، وهو تخليص الرقبة من الرق إلى الحرية. فما دام رقيقا قلنا لا يرث ولا يورث، ويعتبر هو إذا مات سيده فإن الورثة يرثون هذا الرقيق إلا إذا اعتقه أو دبره. وقلنا بأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، ويمكن للرقيق أن يكاتب سيده، بمعنى يشتري نفسه بمبلغ على أقساط يدفعها على نجوم، يعني على فترات، كأن يشتري نفسه بعشرة آلاف على أن يدفع كل ألف كل شهر ألف حتى ينتهي، ويسمى هذا المكاتب. والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، يعني ما دام ما سدد الأقساط كلها فإنه يعتبر رقيقا ولو بقي عليه شيء يسير. وإذا سدد ودفع ما كان بذمته لسيده فينتقل من الرق إلى الحرية، فيكون يرث ويورث وله حقوق غيره. هذه الأحكام قلنا يحسن لطالب العلم أن يكون ملما بها، لأن كثيرا من الكفارات فيها عتق رقبة. فلو تسبب إنسان في القتل خطأ، ولو واقع امرأته في رمضان وهو صائم، ولو ظاهر، ولو آلى، ولو حلف وأراد أن يحنث، فإن أول للكفارة عتق رقبة. فيكون يعرف الإنسان كيف، ما هي هذه الرقبة وكيف يعتقها. أما الآن فلا يوجد عندنا رقاب تعتق، والدولة وفقها الله اعتقت جميع الأرقاء، وقالت من يدعي شخصا فيثبت ذلك ويأخذ ثمنه، وإلا فإن الناس أحرار. قلنا فيما يتعلق بالكتابة، إذا العبد أو الرقيق كاتب سيده على مبلغ يدفعه وأدى القسط الأول والثاني والثالث، إذا كان خمسة أقساط، والرابع، ثم بدا له أن يعدل فيعجز عن الأداء ويعود رقيقا كما كان. وقد مر بنا حديث بأن الرقيق بأن المكاتبة رقيق ما بقي عليه درهم. متى يعتق المكاتب؟ نقول عتق إذا سدد جميع الأقساط، إذا خمسة دفع الخمسة كلها، إذا عشرة دفع العشرة كلها، إذا عشرين دفع العشرين كلها. فإذا دفع ما عليه من أقساط وثبت أن سيده أو أن الوارث قد استلمها فإنه يخرج من الرق إلى الحرية، يكون يرث ويكون يورث ويكون له ما للمسلمين وعليه ما عليه. وأما إذا لم يسدد الكامل فهو رقيق ما بقي عليه درهم، ويعتق إذا سدد جميع الأقساط المتفق عليها. وقلنا يسن أن يتنازل السيد عن الربع، كما ورد في الحديث عن علي رضي الله عنه
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يساعده ليعينه على شؤون حياته. فإما إذا سدد الثلاثة الأرباع قال له خلاص مع السلامة وأنا انتهيت، وإما إذا سدد الكامل يعيد إليه الربع ويقول استعن بهذا على شؤونك وأمورك. ونقرأ الآن أيها الأحباب متى يعتق المكاتب ونعتقد أو نقر بأنه أصبح حرا طليقا لا رق فيه لأحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأداء والعجز. أداء الأداء يعني أداء الأقساط، والعجز يقول لا أنا ما أقدر أدفع، أنا كنت أتصور أني أستطيع والآن ما أستطيع فعجز. فمعنى الأداء يعني أداء الأقساط، والعجز أن يعجز عن أدائها. اتفق مع سيده أن يدفع كل شهر كذا فعجز لم يستطع، ما العمل؟ يرجع إلى الرق مرة ثانية. نعم. لا يعتق المكاتب حتى يعتق المكاتب، ليس حرا وليس عتيقا وإنما هو مكاتب. متى يعتق؟ قلنا إذا سدد ودفع وأدى جميع الأقساط التي عليه نقول عتق. إذا دفعها كلها وأخذها السيد وأعطاه منها شيئا فهذا من السنة، أو سدد الثلاثة الأرباع وبقي الربع فتنازل السيد عنه بطوعه واختياره فنقول بأنه قد عتق، وإلا فلا. نعم. لا يعتق المكاتب حتى يبرأ من مال الكتابة بالأداء أو الإبراء. حتى يبرأ يعني يبرئه سيده، يما سددها كاملة ولا يقول السيد أنا تنازلت. مثل إنسان مدين لشخص بألف ريال، دفع المدين 500 ريال، قال صاحب الألف خلاص يكفينا منك 500 وتنازلت عن الباقي. لكن لو قال عطني مثلا 500 وأتنازل لك عن كذا نقول هذا لا يجوز. لكن إذا كان بناء على مفاهمة بينهم دون إلزام فنعم، وإلا إذا كان اشترى الدين بمبلغ حال فهذا ربا ولا يجوز، وقد أحل الله البيع وحرم الربا. نعم. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عندنا هذا الاسم أيها الأحباب يتكرر لدينا دوما، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مر بنا في الجنايات. إذا جنى إنسان على آخر وأحدث به موضحة، والموضحة ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة، ففي الموضحة خمسة أبعرة، خمسة أبعرة. فكثيرا ما يردنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نريد أن نعرف النسب هذا. فنقول يا شيخ تركي عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، لو أمكن الإخوة أن يسجلوه في الهامش لأن نحتاج هذا النسب كثير. عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، هذا هو نسبه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو يروي عن أبوه شعيب، وشعيب يروي عن جده محمد، ويروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا أبوه محمد مات صغيرا ولم يكن عند له رواية في هذا الشأن. عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، والذي يروى عنه هو عبد الله بن عمرو بن العاص التقي الزاهد العابد. عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص مر بنا حينما يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما من أحد من صحابة رسول الله لازم كملازمتي عدا عبد الله بن عمرو بن العاص
فهو يكتب ولا أكتب. فهو يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب ولا أكتب، أبو هريرة ما يكتب. فيقول ما في أحد من الصحابة لازمك ملازمتي عدا عبد الله بن عمرو بن العاص فهو يكتب ولا أكتب. هذا السند عمرو يروي عن والده شعيب، وشعيب له والد اسمه محمد لكن ما يروي عنه، لكن يروي عن جده، عن جده. من هو جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل التقي الزاهد العابد الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة كاملة. وعمرو بن العاص معروف البطل القائد العظيم ذو الرأي السديد والانتصارات العظيمة. عمرو بن العاص رضي الله عنه صحابي جليل روى لنا عددا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شهما قويا لا تأخذه في الله لومة لائم. عمرو بن العاص رضي الله عنه يعني من أخباره كان عنده بستان في الطائف يسمى الوهط، يسمى الوهط، بستان من أروع البساتين، وفيه من الخيرات الشيء العظيم في هذا البستان، فيه أشجار العنب التي لا تعد ولا تحصى، ويقال أنه اشترى مرة 1000 1000، يعني في السابق ما يقولون مليون، يقولون 1000 1000. اشترى في السابق 1000 1000 عود، يعني علشان يرفع العنب عن الرمضة وعن الأرض الحارة علشان ما تتأثر حبات العنب، يرفع عناقيد العنب. اشترى مرة 1000 1000 عود ليرفع عليها العنب بكم؟ 1000 1000 درهم، يعني 1000000 درهم. اشترى شيئا لصيانة العنب والحفاظ عليه وسلامته بمليون. وكانت هذه البستان من أشهر بساتين الطائف، حتى جاء الخليفة مرة من المرات من الشام وعد فريضة الحج، لما حج يسمعه بالشام عن بستان عمرو بن العاص اللي في الوهط، قال أنا بنفسي أشوفه، أبطلع للطائف علشان أشوف البستان. خرج الخليفة ووقف عليه ووجد الخيرات العظيمة، ووجد يعني ما أنعم الله به من كثرة العنب وتنوعه وزيادته إلى آخر، فأعجب. فقالوا كيف رأيت يا أمير المؤمنين؟ قال ما أبهاه وما أجمله وما أحسنه وما كذا وكذا، بعبارات المدح والثنى، لولا شيء واحد، يعني لو لم يكن موجود كان يكون يكتمل، لولا شيء واحد. قالوا ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال فيه حرار، فيه حرار، الحرة هي الأرض السوداء الصلبة. فكان يتوقع أنه في حرار في وسط البستان، حرار، لولا هذه الحرار، والحرار جمع حرة وهي الأرض الصلبة السوداء. قالوا يا أمير المؤمنين ما في حرار. قال طيب وش اللي شف؟ قالوا هذا العنب مجموع علشان ينشف ويصدر إلى البلاد ويصدر إلى العالم الإسلامي، إلى بلاد العالم. وكان يصور أن جبال، جبال يعني ملموم بعضها إلى بعض وجمع بعضها إلى بعض، يتصور أنها جبال بينما هي أكوام من العنب من هذا البستان الذي هو الوهط. فإذا المهم عندنا هنا أيها الأحباب، إذا جاءنا حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نقول عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فإذا قال عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه، يعني شعيب عن عمرو يروي عن شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله ولا يروي عن أبوه، لأن أبوه محمد مات قبل ذلك، وهكذا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. المكاتب كاتب على 10 أقساط، كاتب على 7 أقساط، كاتب على 9 أواق كما فعلت بريرة، ومر بنا عندما يعني جاءت عائشة
وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن بريرة جاءت وتقول كذا وكذا وإني كاتبت أهلي على كذا فأعينيني. فقال عليه الصلاة والسلام اشتريها اشتريها، فدل على أن المكاتب يصح شراؤه. فقالوا لا مانع لدينا من البيع، ولكن الولاء لنا، الولاء لنا. والولاء قلنا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، الولاء لمن أعتق. فالآن هو إذا بقي على المكاتب جزء ولو يسير ما سدد فإنه يرجع إلى الرق، ولا يكون حرا إلا بسبب إلا بعد أن يسدد ما عليه من أقساط وتكتمل. ويسن أن يتنازل السيد عن الربع أو يهبه الربع لينمي به أحواله وليبدأ حياته الجديدة بما يهبه سيده. نعم. رواه أبو داود. وقال أصحابنا إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق. عتق إذا اشترى نفسه مثلا نقول باثنى عشر ألف وعد منها نقول تسعة، فعد ثلاثة الأرباع وبقي الربعة، لأنه يسن للسيد أن يتنازل عن الربع أو أن يهبه الربع. فيقول هذه رواية أنه إذا عد ثلاثة الأرباع يعتق. وقلنا بأن كتابنا، وهذا المؤلف رحمه الله ألف هذا الكتاب لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا في المعرفة والسير في البحث والاستذكار، فلذلك يعني إذا مر بطالب العلم شيئا من هذا يميز بين الأدلة ويعمل بما به أو بما يرى به أن به يحصل براءة الذمة. نعم. عتق لأنه حق له، فلا تتوقف حريته على أدائه كأرش جناية سيده عليه. وإن أبرأه سيده عتق. وإن أبرأه يعني بقى عليها الربع، بقى عليها الثلث، بقى عليها النصف، بقى عليها ثلاثة الأرباع، إذا أبرأه السيد برئت الذمة وعتق، لأن المال لا يتعدى السيد وقد تنازل السيد عنه بطوعه واختياره. نعم. عتق لأنه لم يبق عليه شيء. فصل. وإن عجلت الكتابة قبل محلها وفي قبضها ضرر. الآن عندنا كتابة وكاتب نفس وكاتب سيده على أن يدفع على أقساط قيمة كل قسط مثلا 1000 ريال، وأن يدفعها في محرم، ومكان الدفع مكة. لو قال مثلا وهي ما دراهم، لو كان أغراض أو مثلا سكر أو رز أو عيش أو شيء من هذا القبيل، يعني أعيان، قال بسلمكم إياها في الطائف. طيب إذا استلمناها في الطائف وين نوديها؟ تبي سيارة وحماميل، أبسلمكم بالمدينة. فكذلك فلا يوافق على قوله، وإنما يدفع في المكان المتفق عليه، لأنه قد يترتب على ذلك ضرر على السيد بالاستلام في غير المكان المتفق عليه. وإذا ما ترتب عليه ضرر وقال بدفع بالمكان الفلاني وافق السيد، ففي أي مكان دفع جاز. نعم. لم يلزمه قبضه قبل محله كالسلم. كالسلم كالسلم. أريد أسأل أبو فهد، ما هو السلم يا بني؟ أبو فهد ممتاز. كذا يا شيخ تركي، عقد على موصوف في الذمة مهم موجود بثمن مقبوض، لأن الفلاح أو المزارع بحاجة، يبي يشتري بترول ويبي يشتري مثلا سماد ويبي يشتري تنظيف للنخل وكذا وكذا علشان النخل يصير فيه إنتاج، هو بحاجة الآن إلى دراهم، عقد. وبعدين إذا أثمرت يعطيه الفلاح مثلا كذا كيلو من التمر، إذا كان 1000 ريال 1000 كيلو،
إذا كان 2000 ريال 2000 حسب ما يتفقون. فنقول عقد ما هو يعني هنا السلم ويسمى السلف، فأهل الحجاز وأهل العراق، أحد يقول السلم وأحد يقول السلف، وكلها معنى أو مدلول أو لمدلول واحد. ما هو السلم أو السلف؟ هو عقد على موصوف في الذمة نصفه، نقول تمر سكري، بر مثلا من نوع كذا، من نوع الجريش، من نوع السليك، من نوع إلى آخره، من نوع الرز النوع الفلاني، عقد على موصوف في الذمة ما هو موجود الآن بثمن الآن، ما يقول تعال بكرة أعطيك الدراهم، لا، بثمن مقبوض في مجلس العقد، لأجل التاجر يستفيد والفلاح يستفيد، كل منهم استفاد من هذه الصفقة. نعم. وإن لم يكن في قبضه ضرر لزمه قبضه وعتق العبد، لأن الأجل حق لمن عليه الدين، فإذا رضي بإسقاط حقه يجب أن يسقط كسائر الحقوق. رضي بإسقاط حقه خلاص. نعم. يجب أن يسقط كسائر الحقوق، وعنه لا يلزمه قبضه. وعنه لا يلزمه قبضه، لأن يقول مثلا لو كان في المدينة أروح المدينة وبعدين أخذ الدراهم، ما في بنوك ولا شيء، أحطها بجيبي، قد أتعرض لقطاع الطريق، قد أتعرض للضياع، فأنا ما أريدها إلا تسلمني إياها في مكة، ما أريد إلا تسلمني إياها في الطائف، ما أريد إلا تسلمني في مكان آمنوا فيه، وهكذا. نعم. لأن بقاء المكاتب في هذه المدة في ملكه حق له، ولم يرضى بزواله، فلم يزل كما لو علق عتقه بمضي تلك المدة. وعنه أنه يعتق إذا ملك ما يؤدي، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أم سلمة رضي الله عنها زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكانت مع أبي سلمة، فمات أبو سلمة وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يعزيها، قال: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفها علي خيرا. تقول فكرت ما في أخير من أبو سلمة، ما تعرف في المدينة أبو سلمة يعني عندها في الدرجة الأولى ما له مثيل، فسكتت. في الثانية في الثالثة استحت من النبي عليه الصلاة والسلام وقالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفها علي خيرا. فلما انتهت العدة جاء النبي عليه الصلاة والسلام يخطبها لنفسه، فبدلا كانت أم سلمة إذا بها إلى يوم القيامة تنادى بأم المؤمنين رضي الله عنها، فجاء عليه الصلاة والسلام يخطبها، قالت: مثلك لا يرد، لكن لولا ثلاث أمور. قال عليه الصلاة والسلام: ما هي؟ قالت: أول سني كبيرة، امرأة كبيرة، ثانيا عندي غيرة وأخشى أنك ترى مني ما تكره، ثالثا عندي أطفال صغار أخشى أنه يحصل منهم إزعاج ويحصل منهم تكدير لخاطرك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما السن فقد أصابني الذي أصابك، يعني كلنا ناس كبار، وأما الغيرة فأنا أدعو الله أن يزيلها، وأما الأطفال فهم أطفالي. قالت: قم، تقول لعمر قم أعقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. كان عنده مال فهو يعتق فيكون أجنبي ليس رقيقا لها. نعم. فعلى هذا إن امتنع من الأداء أجبره الحاكم عليه. فصل. وإذا حل نجم إذا حل نجم، يعني المقصود به القسط، يعني في السابق يقول كم عليه من نجم، عليه نجمين، عليه ثلاثة، القسط يسمى نجما، فإذا حل النجم وجب أداؤه. نعم. وإذا حل نجم فعجز عن أدائه فللسيد الفسخ. يقول السيد يلا سلم، قال: ما عندي مال، أصبر عليه. قال: لا، ما هو بلازم. بعضهم يقول يصبر عليه يوم يومين ثلاثة أسبوع، لكنه يقول ما عندي ولا يحدد وقت يرضاه السيد، فإنه يفسخ أو تفسخ الكتابة. نعم. فللسيد الفسخ
لأنه تعذر العوض في العقد في عقد معوضة. تعذر العوض هو رقيق، وعوضا عن الرقيب يدفع فلوس ما دفع، معناه أنه هو اللي عدل، هو اللي تباطأ، هو الذي ألغى الصفقة برغبته. نعم. ووجد عين ماله فكان له الرجوع، كما لو باع سلعة فأفلس المشتري قبل تقديمها. وعنه لا يعجز، لو باع كما اقرأ العبارة واشرحها يا شيخ تركي، اقرأ العبارة يا بني، كما لو باع، كما لو باع سلعة فأفلس المشتري قبل تقديمها. نعم يا شيخ، اقرأها يا شيخ، اشرح لي العبارة هذه يا شيخ تركي. كما لو باع سلعة فأفلس المشتري، أعد مرة ثانية يا بني، فأفلس المشتري قبل نقد ثمنها. والمشتري أفلس، أنا عندي سيارة، شوف يا شيخ ترك، أنا عندي سيارة، بعد لا لم دور غيرك، ما ودنا نمثل بك أنت، إيه أنا عندي سيارة، بدل ما أقول بعتها على الشيخ تركي، لا بعتها على إنسان، وأفلس المشتري ما دفع، طب عطني قيمة السيارة، قال لا، طيب ما دام ما تعطيني قيمة السيارة، السيارة باخذة، قالوا لا هذا أفلس، أقول ما علي من إفلاسه، أنا ما لي علاقة، سيارتي بأخذها، لكن لو قال بعتها على أبو فهد يمكن يشتري أبو فهد، هذا ما في ضرر، فلو اشتراها أبو فهد معناه أنه لزمت ولا أقدر أخذها أنا، لأنه تصرف فيها، المشتري تصرف فيها بالبيع أو بالهبة أو بجعلها صداقا أو إلى آخره، فأصبحت يعني عليها دائرة ما أستطيع. لكن لو باع السيارة وقلت عطني القيمة، قال ما عندي، وثبت إفلاسه، فأنا أخذ السيارة وأقول عطني المفاتيح وأشغلها وأمشي، واضح؟ وقلنا بأن حكم القاضي يعني عدة مرات، حكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، ومثلوا لهذا بأنه لو حكم القاضي على مفلس، وهذا المفلس اشترى أشياء من الناس، وجاء صاحب السلعة اللي اشتريت سلعته فجعله القاضي أسوة بالغرماء، نقول ننقض هذا الحكم لأنه خالف نصا. ما هو هذا النص؟ من وجد ماله عند من أفلس فهو أحق به، أحق به. نعم. وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان، لأن ما بينهما محل الأداء الأول، فلا يتحقق عجزه حتى يحل الثاني. القصد الثاني. وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت، رواية ثانية يعني، وللسيد يقول عجزت، يعني يصرح بأنه عاجز وأنه لا ينوي الدفع لعدم إمكان ذلك. وللسيد الفسخ بغير حاكم، يعني ما يحتاج حكم حاكم، اتفقنا على أساس تعطيني 10 أقساط، أعطيتهم 6، أعطني الباقي، حل القسط الأول، حل الثاني، ادفع، هل يحتاج إلى حكم قاضي؟ يقول لا ما يحتاج، لأنه بيع وشراء وشيء واضح ما فيه علامة. نعم. لأنه مجمع عليه أشبه الرد بالعيب، وإن امتنع العبد من الأداء مع إمكانه، فظاهر كلام الخرقي أن للسيد الفسخ، وهو قول جماعة من أصحابنا، لأن التعذر حاصل بالامتناع كحصوله بالعجز. وقال أبو بكر ليس له الفسخ لأنه أمكن الاستيفاء بإجباره على ذلك، وتعذر البعض كتعذر الجميع. فصل. وإن كان معه متاع يريد بيعه، يريد بيعه، فاستنظره ليبيعه، لزمه، يعني أنا جاب بضاعة مثلا من الطائف، جاب بضاعة من جدة وقال يلا ادفع على أقساط، نقول ما عندي مانع بس انتظر شوي، أنا بروح للسوق وبيعها، بروح صنعاء أغنام، بروح للمعيصم، أبروح مثلا الكعكية وبيعها، انتظر، ما يقول لا هالآن، يعطي فرصة. نعم. لزمه إنظاره لأنه أمكن الاستيفاء من غير ضرر، ولا يلزمه إنظاره أكثر من 3، يعني 3 أيام كافي، لن يروح للسوق الفلاني
أو للسوق الفلاني أو للمكان الفلاني، ويعرف الأسواق، أسواق كذا في مكة بيع البضاعة الفلانية وين في مكة كذا، يعني خلال 3 أيام يكون عنده علم ودراية ومعرفة بمكان بيعها ورواجها. نعم، لأنها قريبة، وإن كان له مال غائب يرجو قدومه فيما دون مسافة القصر فكذلك. يقول عندي مال في الطائف، انتظروا يبي يجي. عندي مال في المدينة وطلبت من وكيلي في المدينة أنه يرسله، والمدينة تحتاج إلى 2 أو 3 أيام يمهل حتى يحضر أو تحضر البضاعة وتباع إذا تأكدنا من صدقه. نعم، وإن كان أبعد لم يلزمه إنذاره لأن فيه ضررا، وإن كان له دين حال. أنا أبعد، يقول أنا عندي مال بالبلد الفلاني، عندي مال في الشام، متى يجي؟ عندي مال مثلا في العراق، عندي مال في مصر، متى يأتي؟ يبي مدة طويلة. لا يا أخي، ادفع الآن ولا توكل على الله. لكن إذا كان قريب ويمكن أن يصل في وقت مبكر فنعم، وإلا فلا. نعم، وإن كان له دين حال على مليء أو في يد مودع. له دين حال، وهذا اللي عليه الدين مليء، يعني نقدر نضغط عليه بمجرد ما يقدم شكوى على الحقوق أو على المحكمة يجبر الملي بالسداد، فهذا يعتبر يعني كأنه سلم ما دام له دين على ملي، والملي نستطيع أن نأخذ ما في ذمته إذا شدد عليه. نعم، أو في يد مودع فهو كالغائب القريب، وإن كان على معسر أو مؤجلا فهو كالبعيد، وإن حل النجم والمكاتب غائب بغير إذن سيده فله الفسخ، وإن كان بإذنه لم يفسخ، ويرفع الأمر إلى الحاكم وهو غير مسافر وهو غير موجود. إذا هو مرسل من قبل سيده فالعملية على ما هي عليه. إذا قلت لسيده وين وقال والله ما أدري راح وما خبرني، نقول لا من حقك الفسخ لأنه لم يسلمك وقد وجب القسط عليه ولم يدفع. لكن لا، قال لا أرسلناه في مهمة، نقول ما دام أرسلته ننظره. نعم، ويرفع الأمر إلى الحاكم ليكتب كتابا إلى حاكم ذلك البلد ليأمره بالأداء. أعد العبارة. ويرفع الأمر إلى الحاكم ليكتب، ويرفع أمره إلى الحاكم يعني هو القاضي الشرعي. نعم، ليكتب كتابا إلى حاكم ذلك البلد. قلنا هذا وش اسمه العملية هذه؟ وش اسم العملية هذه؟ وش يسمونها الفقهاء؟ نعم يا أبا فهد، وش يسمونها الفقهاء؟ مراسلة؟ لا، شيخ صديق، ما كتاب القاضي إلى القاضي. عندنا باب في الفقه من أوسع الأبواب كتاب القاضي إلى القاضي. فمثلا عندنا قضية في هنا لها أطراف وبقيها في الرياض، لو قلنا للشهود يلا اعجزوا خذوا تذاكر وروحوا للرياض وأدوا شهادتكم أو اعملوا كذا أو نريدك، يعني فيها بذل وعناء وتعب. لكن نرفع للقاضي هنا والقاضي يكتب للقاضي في الرياض مثلا أو في أي بلد، يعني يجوز أن يكتب إلى من يراه من قضاة المسلمين، إلى من يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين، أو أن يكتب إلى القاضي فلان، يقول تقدم لنا فلان وقال كذا وكذا، وحيث أن هذا الموضوع لديكم وكذا، فآمل استحضار فلان وتسجيل شهادته وبعثها إلينا، أو اسألوه يعني يحدد له النقطة. وهذا يسمى كتاب القاضي إلى القاضي، ويجوز أن يكون من قاض معين إلى من يصل إليه الكتاب من قضاة المسلمين، يعني هو الرجال مسافر فيعطي المدعي خطاب يقول رح إن لقيته بالرياض ولا في الشرقية وإلا مثلا إلى دولة الإمارات وإلا قطر ولا عمان وإلا في اليمن ولا ابحث عنه، وأي قاضي من قضاة تلك البلاد أعطه الرسالة هذه ويعمل بموجبها، ويسمى هذا كتاب القاضي إلى القاضي. وذكرنا أنه يعني من أوسع الأبواب وأهمها.
وذكرنا طرفة تتعلق بهذا، طرفة تتعلق بكتاب القاضي إلى القاضي. فكان في الشام كتب إلى قاضي مكة، قاضي الشام كتب إلى قاضي مكة بأنه حصل كذا وكذا وكذا، وطلب منه مهمة، طلب من قاضي مكة مهمة. فجاء على فرس، ما في هاك الوقت ما في طائرات سيارات، جاء على فرس. فلما أقبل إلى مكة وجد دوحة، شجرة كبيرة، وفي جالس إنسان تحت الشجرة جالس يقرأ معه كتاب يقرأ. فالرجل لاحظ أنه الآن الدوام على وشك، يعني بقي على صلاة الظهر أو كذا نص ساعة أو ربع ساعة، ويؤذن ويصلون وينتهي الدوام ما يمدي. ومن فرحته بالوصول وأنه سلم من الحرمية وسلم من قطاع الطريق وسلم مما يعكر الصفو، يعني كان في منتهى الفرح والسرور. هذا اللي جاء على فرس، فربط فرسه في غصن من أغصان الشر، وجد الرجل يقرأ، جاء ووقف عليه ما قال السلام عليكم، وكان الرجل حاسر الرأس اللي يقرأ. فهذا نظر، مسك إذن الرجل هذا، قال له إذن طويلة يلعب. القاضي ما تعرض له بشيء، أي فأخذ هذا قسطا مما يريد من اللعب والعبث وكذا وكذا، والقاضي لم يتعرض له بنهي ولا أمر. لما جاء العصر دخل الرجل، يمكن مر الحرام وطاف وشيء من هذا القبيل، أول ما فتحت المحكمة راح ودخل، يوم نظر اللي جالس على الكرسي وله رفيز وهمس، فأسقط في يده، قدم الخطاب وذا بدأ ينتظر، لأنه قال بيأمره بالسجن أو يأمر به جلد أو بيأدبه وكذا. فأنهى له المهمة في أسرع وقت. فلما قدم له ناظره القاضي وتبسم وقال بئس الصاحب كنت لي أمس، بئس الصاحب، ما هو نعم لا، بئس الصاحب كنت لي أمس، لأنه بدأ يعبث يمسك أذان القاضي كذا، قال بئس الصاحب كنت لي أمس. فالمهم من كتاب القاضي إلى القاضي فيه فوائد عظيمة وفيه راحة. الآن تجد كثيرا من الإخوان مثلا إذا مر بهم قضية أو إثبات أو سؤال عن عقار أو كذا أو عن تهميشات يرجعون للمحكمة، والمحكمة تتولى الأمر، ترسله إلى القاضي، إلى القاضي هناك، فيأتي الجواب. بينما لو قلنا لا روحوا أنتم خذوا تذاكر وفنادق وضيافات وتعب، فالشريعة ما تركت خيرا إلا دلت الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرتها منه. نعم. ويرفع الأمر إلى الحاكم ليكتب كتابا إلى حاكم ذلك البلد ليأمره بالأداء أو يثبت عجزه عنده، يعني مو يسدد ولا يقول أني حاجز ولا أقدر. نعم. فيفسخ حينئذ وإن حل إلى وإن حل والمكاتب مجنون، نعم مجنون معه مال فسلمه إلى المولى عتق لأنه قبض ما يستحقه، فبرئت به ذمة الغريم، وإن لم يكن معه شيء فلسيده الفسخ. فإن فسخ ثم ظهر مال نقض الحكم بالفسخ، لأننا حكمنا بالعجز في الظاهر وقد بان خلافه فنقض، كما لو حكم الحاكم ثم وجد النص بخلافه، وإن كان قد أنفق عليه بعد الفسخ رجع بما أنفق لأنه لم يتبرع به بل أنفق على أنه عبده، وإن أفاق بعد الفسخ فأقام بينة أنه كان قد أدى نقص الحكم بالفسخ ولم يرجع السيد نقض الحكم بالفسخ ولم يرجع السيد بالنفقة لأنه تبرع بإنفاقه عليه مع علمه بحريته. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل في درسنا في يوم غد إن شاء الله، وهي تتعلق بالكتابة وتتعلق بإنهاء المكاتب وانتقاله من الرق إلى الحرية.